be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? Used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Good evening. Thank you. Give it up to Sarah and Zoe and Diana Sullivan. Let's go. Habibi. Sheikh, kifak. Tamanna anna. Kullo tamam? Ahla wa sahla. Zafel Habib Gabriel. Habibi. How you doing? Good? Lula. How you doing? Happy birthday. فازعين ديانا سوليفان زوي سارة وهيلي زقفة كتير كبيرة لهم مرة جديدة. مساء الخير. حلقة جديدة من الآخر وهيدي آخر حلقة للموسم الرابع من البرنامج وبنوعدكم بحلقة مميزة جدا. من الآخر هالحلقة رح يكون ختامها مسك مثل كل سنة بيكون ختامها مسك بس هالسنة ختامها رح يكون مسك وعنبر لأنه ضيفتنا لليلة ملكة بالعالم من الاستعراض الفنانة مايا دياب من الاستعراض لكونسرت خاص ضمن الآخر للمبدع ميشيل فاضل ست شهور قطعوا على حملة سكر الدكانة وقبل ما ننهي الموسم بدنا نشوف كم دكانة بعد ما تسكرت مع جهاد نمور من الآخر لليلة مع حبيب غبريل ريما نجار راشد محصلي ياسر رامي رولا كعدي وجورج حرب حبيب غبريل مساء الخير شو في ما في؟ يلا مبسوطين أجواء حلوة إلي وسهاد عم بيهتموا فيك اليوم تمام وجه تحية كتير كبيرة لإلي وسهاد بطلس بطل ثانك يو جايز لأنكم رفقتونا خلال كل هالحلقات بالصيفية شو؟ لا عم بقول كنت بيير انه كتير مبسوطين احلى شيء بالعالم انه بلبنان في هيك قاعده شمس وبحر وكاس وبنات حلوين بيجوك من شد علينا نعم اكيد ديانا سوليفان باقيه معنا ومتابعه معنا وفي مفاجات عديده اليوم بالحلقه بما انه هيدي اخر حلقه لهالموسم تحيه كثير كبيره للمخرج تانيوس كاميل تانيوس بقولك تحيه كثير كبيره واكيد للبروديوسر رمز ناصر راس مطر هيدي كمان بوسه منا لك خلينا دغري نبلش حلقتنا مع اول فقره وهي سكسس ستوري لو ما كان ابنه لأستاذ الموسيقى فؤاد فاضل هل كان رح يحب البيانو لدرجة الجنون؟ سؤال من الصعب نتكهن جوابه بس لأكيد أنه هو اليوم مايسترو العزف والتوزيع الموسيقى كان عمره 8 سنين يوم يلي رجع على البيت وبإيده جايزة ومن وقتها صارت الموسيقى قصته المفضلة رايق لأقصى الحدود حتى نجاحه بناه بهدوء ومن دون تسرع بيفتخر كتير أنه ما بيفهم إلا بالموسيقى وأنه جاهل بالسياسة أكبر الفنانين وأهم المسارح العالمية عرفت ميشيل فاضل البداية كانت مع العظيمة فيروز وكروا الأسماء بعدها إلى لا نهاية بس هالأسماء الكبيرة ما خلت ميشيل يقعد ببرجه العالي فهو موجود بين الشباب بالحفلات الخيرية بيوزع حب موسيقى وسلام على اللبناني رح نحاوره اليوم سوا منستقبل المبدع ميشيل فاضل
فاضل ميشيل فاضل. ميشيل مساء الخير. سهلا تفضل تفضل ميشيل. اهلا وسهلا فيك. المحل محلك اذا بدك. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. ميشيل على اللبناني؟ على اللبناني. قديش دايما وقت انت بتكون على اللبناني؟ ربيت على اللبناني اكيد بس تعلمت برا وتعرفت على الموسيقى الغربيه كثير، قديش رجعت على اللبناني؟ من انا وزير كنت على اللبناني، هلا كونسبت طلع هيك لانه انا باخذ دي مورسو باخذ معزوفات موسيقيه واذا بدك بخبص فيهم على مثل ما انا بشوفهم يعني كل هلا ديجي الميوزيك ريفيزيتي يعني دائما في ميلودي اساسيه موسيقى لحن اساسي بس بنرجع العالم كلهم بحبوه بس بحبوا يسمعوه بنكهه جديده اكيد لانه ديجا العالم بيحبوا هالميوزيك اذا انت بتزيد شيء عليها حيكون شيء كثير حلو وحتوصل للعالم اسرع بكثير من من موسيقى جديده. مشان فاضل بلش بالكونسرت على اللبناني بلبنان، عملت كذا كونسرت بلبنان قبل ما تنطلق للبلدان العربيه، وشفناك كمان بابو ظبي، شفناك بالبحرين، شفناك الى جانب خوسيه كاريراس واريك كلابتون بمهرجان الثقافه بالبحرين، وكنت الوحيد من الشرق الاوسط يلي عم بترفقون. اولا ليش اختاروا ميشيل فاضل؟ هذا اول سؤال اكيد لازم نطرحه، بس ثاني سؤال اول ما قالوا لك ووصل لك الميل انه ميشيل نحن داعيينك حتى تشارك الى جانب هالكبار، كيف تلقيت الخبر؟ كان هذا الهدف من انا وصغير يعني اذا هذا كان الحلم تبعي انه اكون على ستيج مع 100 شخص معي عم بيلعبوا موسيقى لإلي وموسيقى هو انا بحرين اوكي انا لانه كنت خايف انه ما اعبي السال بحرين مع اسامي هالقد كبار بس انه تسألني ما بعرف كيف وصلت لهون شانس انا كنت عم العب طاوله مع صاحبي وجوال بالتلفوني لان تلفنوا لها قلت لي حياتي عندك كونسرت بحرين قلت لها اوكي هلا عم بخسر هلا برجع بحكيك بعد شوي انه يعني كله بياخذوا هيك انه بتوصل على مطرح الله بيساعدك وشانس وشويه شطاره وجوال بترد على التليفون جوال يعني لو ما ردت على التليفون جوال بكي انت ما كنت تلقيت هيدا الخبر تحيه كثير كبيره لجوال حميسي اللي هي الكريتيف دايركتور كمان بالام تي في بدنا نشكرها على كل الابيات والجرافيكس تبع من الاخر تبع المحطه ككل ميشيل قديش وقت تزوجت جوال بنعرف انت مبدع بالموسيقى هي مبدعه بالديزاين قديش اليوم شخصين مبدعين مع بعضهم كيف بيعيشوا حياتهم كثير كارتست جو البيت كيف بيكون ايه مصاحبين بعضنا اها بعضنا مصاحبين يعني انا كلمه جواز كنت بحب خاف منها ما بحب انه عارف كيف انه انت سي بور لا في يعني عرفت انه بعضنا مصاحبين بعضنا بنظهر عادي مصاحبين بور لا في بس بور لا في بور لا في بس انا بدك يعني اخر شيء دقيقتين بدك تروح عليه و لو فروي سي لي زانفون يعني وقت تشوف ولادك انت ماريا وميشيل انا موتيني يعني الكبيره بعد الصغيره بعدني مش اصحاب كثير معها لانه بعدها كثير صغيره بس الكبيره انا موتتني يعني خبرنا خبريه مره في ولد ماريا قد ايه عمره؟ هلا سنتين ونص سنتين ونص مره رجعت ماريا على البيت وعندها كادو دو روتور عندك عطيها اياه صاحبها ولد صاحبها واحد بالجردني ما مش صاحبها شوف لا بس على حالكم اوريدي رفض هيدا الشيء كيف وصلت على البيت عطتني دو الي ماريا قلت لها مينو الي عمرك سنتين بعد كسرت لها الهدية كسرت لها الهدية صار ما هيك ليش قلت لها سيكا سي فوجتي حياتي فوجتي جبت لها واحدة أنا عطيت إلا يلا قولي وراي I will never have a boyfriend in my life قلت لها no بابي no قلت لها بلا I am your boyfriend قلت لها no قلت لها بديك boyfriend قلت لها وي بسبة بعدين ما في سبة أنا عائلتي شرقية ريما ميشيل بسيرة الأولاد قد ايه تغيرت أنت كفنان بعد ما صرت بي وبي لبنت كمان كثير يعني صار في نضوج إذا بدك وقت واحد يبلش تعرف وقت واحد يدرس كثير موسيقى بتعطيه غنية أول غنية بيعملها بده يحط كل عضلاته فيها يفرجي بالإنترو أنه هو دارس 20 سنة أنه هلا لا هلا صرنا غير شيء بفكري أنه بفكري غير شيء يعني صرت ايموشن صار كل شيء تغير يعني فيك تحط 3 تراكس بالغنية وتكون غنية روعة من أنه تحط أوركستر فيلارمونيك على الفاضي يعني صار في نضوج يعني حبيبي خبرين صار فيه نضوج انت ولا بعد انا خلقت ناضج مش ما نطر مش عايز انا ميشيل كنت عم تقول انه حققت حلمك ما بفتكر عاده مثل بقيه المبدعين ان كانوا بالميوزيك ولا بالتمثيل ولا ما حدا عنده حلم واحد دائما بيكونوا هيك حلم صغير ايه واحد ورا الثاني صح وهلا
شو صار اي شيء الحلم هلا. حلم يعني اذا بتسالني بحبرم سؤال انا مثل ما انت انا ارد عليه قلت لي مين بدك تكون انت بقول لك الي صعب تبع الموسيقى يعني هيك بتفسرها شوي عرفت في كتير غيرك موسيقية وفي كتير غيرك وملحنين ما عملوا اللي عملته تنكون صريحين أوكي. يعني هن ما كان عندهم هيدا الشغف ولا هن ما كان عندهم الحظ يعني وين أكثر شيء ولا هن ما كان عندهم الاسم يعني الوالد ساعدك أكثر ليش اليوم أنت كنت مميز غير عن غيرك وبعد بدك تروح لأبعد أنت أكثرت الكافيه أب لا كمان عندهم كافيه كمان يعني في كثير ملحنين كبار بلبنان وموسيقيين كبار صح. بس ما قدرنا نشوفهم اليوم عم بيعملوا كونسرتس لحالهم عم بيجمعوا بحرج على ليك ليه إلي صعب لوحده انا بالنسبه لي في واحد بالكوتير هو إلي صعب في كثير عالم شاطرين بس انه واحد بيعرف يشتغل على حاله بدك تعرف تنط على الشانس اللي وقت تجي لك ليه انت بيير ربات تروح مع على شيء ليه انت بيحكوا عنك العالم كله ليه من الاخر بعد ما صريح معك لا بصراحه لا يوم معلش بيير ربات في كثير كمان مقدمين ناجحين بلبنان اللي صعب يوم كمان في جورج شقره في اليوم روبين ابو نادر في زهير مراد بس في جورج حبيقه في كثار بالموسيقى مين جورج شقرة مين زهير مراد مين روبيرا بنادي في كتير مش حسمي أنا بتعرف هيدا الدومين بس في ناس بيمشوا على خطاك يعني في ناس عم بيعملوا زيت للسينة يعني انت عم تعملوا ميوزيك ريفيزيتي مع باند كبيرة كونسرات أكيد هو قال عبينه يكون إلي صعب طبعا الموسيقى ما ادعى ان هو إلي صعب طبعا الموسيقى لا أكيد أكيد مين الباقيين كان هو إلي صعب أحسن من بكرة يقوموا عليه بالصحافة مش شايف قدر في أبو ظبي كنت مسك الختام لمهرجان أبو ظبي أكيد كان في أسامي كتير كبيرة هيربي هانكوك جوستافو دوداميل طب خبرنا شوي أكثر وجودك مع هول الأسامي الكبار كيف تفعلت أنت وياهون؟ كان ما بحياتي كنت مفكر انا رح اكون انا مع هيربي هانكوك يعني هيربي هانكوك كان عمري 10 سنين كنت اسمع كل عندي كل البوماته تقريبا هيربي هانكوك عمره اليوم ما بعرف قديش 70 سنه يمكن سي اون ليجند بالجاز كون انا معه بذات فيستيفال لان هذا شيء عن جد يعني انا ما بصدقه انا يوسف ودوداميل كان ضارب له حساب ايه اكيد شو قالوا عنك حكيوك عطيو رايهم فيك شو قالوا لك شو قلت لهم لا ما انا ما شفتهم لانه كنا بغير ليالي بس ديجا يكون الاسامي يعني انا اخذت صوره وقت وصلت هونيك شفت انا كثير كبير كل واحد ورا الثاني خميس جمعه سبت انا معك شو لك هذا ميشيل قد ايه انت وبيك بتتفقوا هلا بالموسيقى يعني انت هلا صار عندك ستيلك الخاص فيك قد ايه بتاخذ برايه بعدك لهلا قد ايه بيفرض عليك اشياء قد ايه بيزعل منك لك اوقات هلا صار لي شوي زمان اول ما بلشت اكيد من 10 سنين 12 سنه كنت كل ما اعمل شغله اجي سمعوا اياها بس هلا على الشغل وعلى الكثير هذا بيسمع اوقات شيء بالسياره بيتلفن لي بيقول لي هذا الميكس هالغنية انت عاملها بيعرف شوي بقول له ايه بيقول لي هذا ما بيسوى صفر في هيك بي كثير كسام موسيقى يعني يا زيرو زيرو بيقول كعكه ايه كعكه يعني يا زيرو يا فا ما في انه يعني بنت يا بتعرف تغني كثير منيح يا يا زيرو ميشيل وقت قرروا يعملوا غنية لمحمد عساف للفيفا للمونديال لافتتاح المونديال دعيوك قبل 24 ساعة وطلبوا منك عندك 24 ساعة حتى تألف غنية صح كنت محضر لشي كان عندك دايما مثل ما نحن بنقول يعني عندك دايما ميلودي براسك بالجرور شلتها سحبتها حطيتها لا لك هذا الكونسبت كان يعني هو ركب تيمور ركبه المدير تبع بلاتينوم ريكوردز نعم. جاب بروديوسر كثير مهم اسمه رودني جيركنز اللي عمل اخر البوم لمايكل جاكسون ونحن ما فينا نحضر شيء لانه انا دجا مش عارف شو يعني كان تشالنج كمان حكينا بالحلقه الماضيه مع نزار فرانسيس كان تشالنج له كمان كثير كبير اكيد خبرنا. نزار ابو ضاي كثير يعني عن جد انا بعرفه من قبل بس نعم. ولا مره شغل معه هيك انه فتنا قعدنا حاطوا الكاميرا اون وير لايف اوكي بلشوا اشتغلوا هيك يعني هيك اشتغلنا و24 اورز كانت الغنيه خالصه مسجله مع مع مع, مع, مع ولا لا محمد وعملت مليونين فيورز ب بعشر ايام تقريبا هيدا اتس تشالنج نحن طب كيف تعاملوا معك الفنانين من بعد هيدا التشالنج يعني صار يقول لك ميشيل ماشيين لحالنا ما ب 24 على الساعه مثل الغنيه على الثلاثه سلمنا اياها لا غير شيء غير انا ما في نقول هيك غير شيء حسب شو الغنيه يعني ما اخذوا انه اليوم ميشيل بيقدر يطلع اغنيه ب 24 ساعه يعني اليوم اذا ميشيل عم يسلمهم غنيه بعد جمعه يعني هو عم بيأجلهم لا حسب شو الغنيه مثل ما بقول لك انا حسب شو الغنيه هذه غنيه اتس دانس وبعدين كنا كرو كبير عم نشتغل كلنا سوا سو بتطلع في انا في طلع غنيه بساعتين بس انه ما حسب السيتويشن لا ايه وبعدين حسب شو الغنيه وشو الستيل الميوزيك اذا في اوركستر ما بنخلص ب 24 ساعه بس انا بدي ردك شوي للكونسيرات لانه اكثر شيء يعني
انا علم فيه هو كونسيرات وعلى اللبناني شو عصا علمت شوي بس ما بتلاقي انه شوي انت اختصرت طريق النجاح بهالكونسيرات يعني وقت تقرر انك تعمل غنيات اوريدي ناجحين وانت تحط تويست تبعك عليهم اللي هو فظيع ما عم بقلل من الشغل اللي عم تعمله بس ما بتلاقي انه اوريدي 50% من الشغل معمول انه نحن رح نحب الاغاني ما معقول نسمع شيء نقول مش ما حسينا بشيء اوريدي الايموشن موجوده والاحساس موجود وانت عم تولعها زياده دونك عم توصل ل 100% هل هو لانه هيك انت قررت ولا لانه اصلا كنت شايف على طريقتك انه بدك تعمل شيء احلى او لانك هالقد بتحب لبنان سيرتو انه بتوزع اعلام لبنان وبنحس حالنا بمهرجان وطني ايه لك اذا اخذت ميوزيك ميوزيك معروفه وعملتها لا ميوزيكتك انه ولا مره دقيت شيء لا هيك مقطوعات لك بس بكونسير ببيروت كان في 10 مقطوعات لي وهو لي انا يمكن قد ما معروفين فكرتوا مشهورين قبل لا لا مش هيك لا مش هالقد لا مش هالقد بس فيك تاخذ غنيه يعني مثل هلا رح العب بتونس بيك بتونس بيك هي غنيه انه مكسر الدنيا وما بدها حدا انه يغير شيء فيها فيك تنزعها يعني مش ضروري اذا يعني انا بيجيني كثير عالم بده يفوتوا بهذا الدومين وبده يفوتوا يبلشوا يوزعوا عاملين اغاني بدهم تكسير ايدين عرفت يعني مش اذا اخذت غنيه معروفه انه هذا ما بتساعدك يعني يعني كثير برا انه ياخذ غنيه معروفه ياخذ لتام وبحط لها دانس وراها وخلصت وخلص ما لا مش هيك ابدا اخي سؤال عندي لك تعاونت مع ليال راشح بفيلم حبه لولو ورح ترجع تشتغل معها كمان بفيلم من تمثيل عادل كرم قديش الميوزيك ذا فيلم اليوم عم تعطيها حصه بحياتك انا وصغير اذا بتقلي شو بتحب لك ميوزيك ذا فيلم هذا بحب كثير تعمل موسيقى على الصوره هذا احلى شيء فيه لي ليال وفيني اصحاب كثير اصحابي انا وجوال يعني اصحاب كثير من كثير زمان عملنا الفيلم عملناه بسرعه كثير واخذ كثير رهجه والفيلم ضرب كثير هلا عم بلش نشتغل على الفيلم الجديد وحيكون شيء كثير كبير هالمره لانه انا عم بشتغل مرتاح اكثر هون كمان لبنان نرجع للبنان انه وي ار براود انه نحن عم نطلع هيك شغل انه بيضل شغل ميشيل فاضل ما رح تغادرنا رح تبقى معنا خلال هالحلقه محضرنا مفاجاه مع مايا ديب صح شو المفاجاه ولا بنترك سيربريز رح نترك سيربريز انما قبل ما نتابع حلقتنا رح نسمع بتونس بيك نرجع بنلاقيك بسياق الحلقه شكرا ميشيل لك
في ناس بيفكروا ما بيفهموا انه هيدي سخريه وعم ناخذها على الثوازيام دوغري بياخذوها اول درجه وبيفكروا انه عم نبيع هيك بيجوا لعنا بيقولوا لنا قديش هيك شي دفتر قديش بتبيعوه للباند اللي رفقتنا خلال كل هالموسم وكانت موجودة معنا وأكيد ديان أوساليفان اللي كانت موجودة معنا خلال كل هالحلقة تحية كتير كبيرة لكم هلنا أجواءنا بالحلقة النهائية للموسم الرابع دايما تواصلوا معنا على فيسبوك تويتر وإنستغرام وهلأ بلا قطع عن حديثكم جمعية سكر الدكان بتتعهد بمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بلبنان هالجمعية أبصرت النور ب 15 أيار 2014 تفاصيل أكثر عن سكر الدكان مع جهاد نمور Are we getting lucky? وعم نقدر نكافح شوية الشغب اللي عم يصير بلبنان. Let's hope so. كم دكانة صرتوا مساكنين؟ ولا واحدة. دكانة واحدة كتير كبيرة وعم تكبر. كل فكرتنا إنه نصغرها نحطها برجيم ونبلش تصغر شوي شوي. ما في دكاكين صغار يعني في انتو بتكون دايما تروح على الاساس لان اصعب شيء الواحد يوصل لفوق للاساس او لصلب المشكله هيدا اصعب شغله هو الفساد ثقافه ومنتشر بكل المحلات مش هيك ما فينا نحكي اسم الله نحن عندنا دكتوراه في هيدا طبعا اكثر من هيك كمان واصلا بنبيع الدكتوراه كمان اذا عندك مصاري حسب السوق بتاع بتنزل حسب اي جامعه دكتوراه كمان يعني بس هذا اخر واحد قالوا لنا عنه ب 20,000 بدبروا لهم شهاده جامعيه طب جهاد قديش سيريس هيدا المشروع لانه هيدا المشروع يعني بدي اقول بوردر لاين بين المزح وبين القصص الجديه المزح ما بدي اقول ليه مزح لانه هو بارودي بالنهايه يعني ما عم نمزح لنمزح بس هو عم ننكت على قصص عم بتصير قديش اليوم عم نقدر ناخذ هذا المشروع جديه قديش وعم نقدر نطبقه لوين فينا ناخده حتى نقدر فعلا السلطات تطبقه بحذافيره مثل ما بنقول نحن بنستعمل السخرية يعني مش هيك عم تحكي عن النكت والنكتة والبارودي بس السخرية تنقدر انه توصل على المواطن ونقول له انه الشغلة منا طبيعية انه لازم يعمل شيء تغيير فيها نحن نشتغل بالتوعية بس المواطن اخذ هالتوعية بجدية ولا كمان اخذها بدور السخرية يعني انه مهضومين الشباب عملوا سكر الدكانة لذيذين كثير بس ولا واحد اخذها سيريسلي وبلش يبلغ هو عندنا كثير تبليغ عم بيكتر من يوم ليوم يعني من اول شهرين قدرنا نوصل على فوق 700 تبليغ عم نوصل هلا قريبا على المليار ليرة لبنانية كمبلغ الرشوات اللي عم بيبلغوا فيها الناس يعني الحركة بلشت تبين هلا في ناس بيقبضونا جد بانه نحن جميعا عم حارب الفساد في ناس بيفكروا ما بيفهموا انه هيدي سخرية وعم ناخذها على الثوازيام دوغري بياخذوها اول درجة وبيفكروا انه عم نبيع هيك بيجوا لعنا بيقولوا لنا قديش هيك شي دفتر قديش بتبيعوه اما هوية قديش بيبيعوها عنكم بيجينا كل وقت واتساب تليفونات انه مهتمين الناس حتى لما ننزل على الطريق السلات صارت ثقافة عادية انه الشغلة كل شيء بينشرق وكل شيء بينباع ما في مواطن بس زبون يعني بيحط الكلفة وبيطلع له شو ما بده موجودة وين ما كان بكل بلدان يعني ببلاد بأوروبا كتار أوروبا الجنوبية خاصة كتير منا يعني نحن ورتينينا على الأتراك والفرنسوية الفساد مش انه اخترعناها هون مش انه بس اذا في منا مش ضروري نكون مثلهم يعني بعرف ما مش عم برر بس عم اقول انه منا شيء سبيسيال لبناني بعدين انه قصدين جد فيها يعني قصدين توصلوا لحل ولا بس بتكون تضوع عليها من هلأ لبعد هلأ يعني بس ما نوعي العالم ويوما ما بركه هنا يوعوا ولا في هدف معين من وراه يعني وين دوركم بينتهي كجمعية صرنا على 5-6 مسائل هلا رح بلش واحدة ورا تانية اول واحدة انه صحيح انه في فساد كل الدول بس نحن منو عام قد ما عم بيصير بلبنان يعني هذه فينا نشوفها فينا نقيمها صرنا هلا من سنه لسنه عم نعلى كرتبه كاكثر بلد فاسد يعني صح. بس في هلا فينا نقطع في 40 50 واحد قدامنا بس فينا نقطع عنهم يعني من سنه لسنه عم نجيبهم انه عم تزيد منا حاله عاديه
كثير صارت فوق من 10% من انتاجنا الداخلي فاتت على الفساد، يعني ما لنا ظاهره هيك صغيره، ما لنا اكسبسيون، هيدي القاعده يعني. والهدف الهدف انه مثل ما عم نتقدم بالفساد نرجع لورا شوي بهالطريقه. بتعتبر ان يعني مقتنع انه بدها توصل لنتيجه، ولا عم تعملها تتفش انت خلقك تحس حالك عم تعمل شيء ضد الفساد صراحه؟ يعني صراحه نحن ما بدنا نضيع وقتنا، يعني اذا ما احنا مقتنعين بالقصه ما كنا فتنا فيها. وين بينتهي دوركم؟ نحن لما المواطن بياخذها جديه وبصير هو كان بيمشي ببلغ وبيحاسب كمان السياسيين والموظفين قدامه، مش هو بيرشيهم دغري تلقائيا بيعطيهم السعر تيعجل الامور، اما تياخذ ورقه وما عنده المعايير لها. انا هون وقت انا عم تحكي عن السياسيين، ما خايفين بعدين يعني بس تبلش تطبق وتسكروا وهيك من ضغوطات حتصير عليكم؟ ما حاسبين الحساب؟ صرنا عده اشهر يعني مبلشين وما عاد ما شفنا ولا ضغط. لا بالعكس، هلا عم بحكي عم بحكي كيف حتتفاعلوا مع الضغوطات اللي حتصير؟ مش على الشكوى، على التبليغ. نحن بنطلب من الناس يعطونا بس قديش المبالغ، وين عم بتصير، لاي معامله عم بيدفعوها، مش عم ناخذ بالتفاصيل اكثر. كم تبليغ اليوم اجاكم؟ يعني كم اتصال بيجيكم تقريبا بالنهار؟ حسب النهار، ساعات كمان في عنا عدد طرق تناس يبلغوا عنا، في بطريقة التليفون على الابليكيشن كتير هينة، فيهم على التليفون عنا هوت لاين 76-88-88 كمان كتير هينة، اوقات بيجينا على الواتساب كمان على السوشيال ميديا على فيسبوك. كيف دفعته لجبتوه الرقم؟ ما بدك تشتريها من برا، بتروح على جيغو بيعطوك النمرة، يعني ما في مشكلة، عندك الجولدن نمبرز ما بعرف شو الدايموند وكلهم يعني. بس عندهم تسعيرة، ما في رشوات. ما في رشوات، لا بعد تسعيرة. طيب جهاد، كم تبليغ اجاكم؟ ولا بالاول اجيكم ضغط كثير بعدين نفسوا شوي؟ لا نحن بالعكس، نحن تضل في تبليغ عم نضلنا عم نعمل عمليات جديده، بننزل عن المواطن مش بس بالميديا بس حتى على الارض، يعني بصير بننزل نحن نعمل تيمز وبننزل على الارض وبناخذ تبليغات. خبرنا ثلاث رشوات اكثر شيء لفتوا لكم نظركم او فاجئوكم. في عدة انه كلهم بيفاجئوا نوعا ما، شيء حرزان يعني. بحسب الحرزين يعني كمبالغ كبيره بنبلش بالشك عنها، بدنا نتاكد عليها. نحن اكثر شيء بنهتم بانه يجوا الرشاوى العاديه، الناس المواطن العادي بيرشي عليها، هول بنعرف قيمتها وبفينا نشوف اذا صح ام غلط. كيف تتاكد اذا مزبوط مش المواطن عم بفش خلقه لانه عذبوه بالاداره، ولا كونه لبناني بالهلالين بحب يضخم الامور ينق ويقول انه دافع مصاري هو مثل بكل سونداج، يعني بدك توصل على ارقام تقدر تشوف شو هن البغي النويز فيك تشيله منه من هول الاشياء الغلط. اما صح نحن بالجمعيه في كثير جامعيين بنشتغل بهذه الطريقه، لازم تروحوا على الارض تتشوفوا اذا مزبوط عم بتصير. طبعا بننزل بالسياره وبننزل على الاداره وبنحط ضغط دغري، وهذا البنس هيدا بنحطه على الناس بفوتوا انه نحن ما بنرشي، وكمان بنشجع المواطن يلبسها يفوت، وكمان الموظفين كمان قصه كلها الرشوه والفساد هي ثقافه عامه، يعني مش بس الموظف هو عم بيقوم فيها، المواطن كمان قوين بفوت دغري، واشياء صارت عاديه، المحامين بفوتوا هالقد بالدوسيه. عندك مش كلهم، لا بس يعني مش عم اذا ما بيفوت ما بيقطع اوقات الملف، يعني هالقد واصل كل شيء يعني. بيقطع في مثل ما عم تقول هي ثقافة في بعض الناس معودين لها تيهينوا امورهم، بس في كثير اشياء بتقطع بلبنان بلا ما تدفعوا ليره. صحيح، فيك بس بصعوبه بدك تنطر، واوقات ما بتزبط كمان، المكتب بيحط محامي ثاني تيروح محلك يسوي بيقدر يمرق المعامله. ريما نجار، كنت عم تقول قبل انه بتنزلوا على الطرقات وهيك، كيف عم تتوسعوا غير الدكانه بالجميزه؟ يعني عم تشاركوا بمعارض بالجامعات تتعملوا توعيه؟ كنا عم نشوف بالريبورتاج انه في توعيه للتلاميذ، شو عم تعملوا غير اكتيفيتيز؟ نعمل بالجامعات بالمدارس، بننزل كمان عم نعمل دكانه بكل بالمدن، عملنا بصيدا بطرابلس، عم نتنقل كمان نعمل نفس الشيء، بدنا نوصل على كل اللبنانيين تكنوا يشوفوا انه هن فايتين فيها بيقدروا كمان يغيروا. احنا عم نحارب مش الفساد اولا، اكثر شيء الشك انه محاربه الفساد فيها تؤدي على شيء، بدنا الناس يشوفوا انه فيهم يعملوا شيء وفيهم يؤدوا لنتائج. في بتلاقوا ناس مثلا بيقولوا انه هيدا لازم يكون قرار سياسي موحد لمحاربه الفساد، انه انا ما خصني بيجي هيك طبعاً هيك أتيتو. طبعا في كثير اوقات الناس بيقولوا لازم تروحوا على الكبير، بس هي كلها ثقافه، بدك تبلش بمحل. وين بدك تبلش منها؟ نحن عم نبلش من النفس، مش كمان بناخذ اسم المبلغ وبناخذ اسم المرتشي كمان، مش عم نحارب اشخاص. حبيب قبري، جهاد ما تنبص كثير بالشباب، يعني هلا هن عم بي يقولوا لك برافو وش هالشغل حلو، نص ما كان معهم دفاتر سواقه لو ما في دكانه بالبلد، بس انه 100% انا منهم يعني، وانا كمان انا شوي حاببها للدكانه صراحه مثل ما هي، بس بدي هنيكم على الشغل اكيد اللي عم تعملوه. هلا هي شوي شغلكم جايه
صعب كتير لأنه عم تشتغلوا بالعكس. في عندكم للأسف بلبنان مجلس النيابة ما كتير بيشرع بيساعد أنه يعمل خدمات للعالم تيكون نايب، سو أكيد رح يحاربكم وما بيوافقوا أبدا اللي عم تعملوه. إذا مش النظام بلبنان بيتغير كل مجلس النيابة، مش كله حرام في 127 إيه تقريبا في ضل واحد. بس أنا بدي أسألك مين أول شيء عم بيمولكم؟ لأنه عندكم سيارات ومحلات ويب سايت وكل هالشغل. وتاني شيء ما فكرتوا انه ليه يعني مين بده يبلغ؟ ما اللي عم يرشي مبسوط ماشي حاله عم بيظبط اموره وعم بيوصلوا الخدمه اللي بده اياها، ما راح يتلفن سوري انا بدي بلغ انه شيء حدا تاخذ ما بعرف يرشي يعني سؤال يعني بده انتياز بيرسون تبلغ توشي اذا بدك على هالشخص. يعني صعب كتير تتلاقى لانه اللي بيعمل هالشغله ما بيخبر عنها، بيبقى مطابخها مزبوط مرستها على الاخر بقلب الملف وظابطه تمام زي الورد. سو هيدي سؤال تاني وثالث سؤال واخير عرفتوا انه لا معلش في بترجع بكره مين عم بيمولكم وكيف يعني كيف الآلية انه حدا يبلغ؟ انتم ناطرين حدا يبلغ عن حدا ولا منتظرين انه حدا رشي يخبر او رتاشا يخبر؟ هلا اذا بتفوتوا على السايت او على الابلكيشن بتشوفوا مين عم ببلغ. وقديش بدك مغلف تتغير حديثك بهيدا التبليغ؟ ليك من الاخر قديه بدكم تتسكروها؟ ما بدنا نسكر، ما بدنا نسكر كمان. أغلبية شغلنا مبني على التطوع، عنا كتير متطوعين هلا فوق 200 شخص عم يشتغلوا معنا، ناويين يشتغلوا معنا بكل الامور عم نقوم فيهم. انتم مين؟ انتم مين؟ نحن كلهم جامعيين شباب ناشطين ناس فيتين بالاداره كمان عم بيعملوا عم يشتغلوا على التغيير. في عندكم طموح سياسي؟ لا لا لا، نحن بدنا طموح للوطني للبلد، بدنا انه الناس هن يوعوا عن حالهم ويعملوا التغيير، هن عم بيعيشوا يوميا والناس عم بيبلغوا الناس عم بيرشوا اغلبيه الاوقات. ومش هيك نحن بهيدي العمليه، نحن منا قصه شكوى، النظام هيك، النظام عم بيخلي الناس يرشوا وعم بيخلوا الموظف كمان يقبل من معاشه من طريقه العمل، بشوف الاكبر منه عم بياخذ اكثر بيقول ليش مش انا. كل فكرتنا انه يتغير كل النظام، بدنا نبلش من محل، والمحل هو المواطن. باوقات كمان في شغله كمان ثانيه انه في كثير ناس بيقولوا خلص ما في امل، نحن فكرتنا نقول انه في امل فيكم تغيروا، كمان بنضوي على الاشياء الايجابيه، الموظفين اللي بيرفضوا الرشوه كمان هيدي عنا صار عنا عدة امثله اجوا ناس اجت قوي فاتت بدها تبلش ماشي شغله طلعت مصاري رفض ورفض وزبطنا المعامله رفض بده اكثر كيف لا 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 رفض مشينا كمان اسمع حق حبيب غبريل صراحه قد ايه بتامن انه هيك مبادره رح تقدر تحل الفساد بلبنان؟ اول شيء انا بس الله يعينه هذا الموظف يلي نحن عم نمسح الارض فيه، بيقبض 600-700 ألف ليرة ومليون ليرة وعنده أربع أولاد وحالته حالة بس بيعمل 10,000 دولار في الشهر من وراء الرشوات هو زيته. هيدا اللي عم تحكي عنه خليها مستورة. ما كتير بدي أحكي معه مثلاً exactly. شخص. أنا بس بدي أقول أنه ياريت هيدا الحملة تبعكم أكيد أنا بشجعه وأنا ضد الفساد، وياريت جبت لنا بين كمان تنحطه على صدرنا كلنا. بس بدي أقول لك أنه ما بعرف قدي رح توصل لنتيجة أنه بس بلغوا او تعلنوا عن حالة فساد، بدها كتير وقت. يعني ما في سانكسيون بالحياة، لازم تعاقب الشخص. انتم ما عندكم سلطة تقدروا تعاقبوها. ان شاء الله تطلعوا بهيدا ونحن رح نساعد قد ما فينا. اكيد القصص اللي بتخصني لا، بس انه كل شيء اذا شفت شيء ما بيخصني اكيد طبعا ارينا نجات. أكيد مثل ما قال حبيب الفكرة كتير حلوة وحلو نحلم ببلد يعني ما فيه فساد وهيك، بس it's a vicious cycle ونحن علينا مسؤولية. يعني التغيير حيبلش فينا، فمثل ما قال حبيب again بدأ وقت كتير. good luck راشد بحصلي من الآخر. بتمنى عقبال ما يصير لبنان كل مواطن خفير اللي مثل سويسرا بيجي الزلمة إذا شاف جاره صاحبه جاره صافف غلط هو بيعمل له الضبط، يعني مثل سينيال بالمدرسة هو بيعمل له الضبط لأنه ساعتها صير كل واحد بيعمل لحاله أوتو. ما حبيت أبدا أبدا ما حبيت من الآخر من الآخر عايز إيه من الآخر بلكن ان شاء الله توصل لنتيجة، مع انه نحن صار فينا شوية يأس بهذا الموضوع. اكيد تامز اب بس بحسها بعيد الامد، يعني صعب صعب جدا نشوف هلا نتائج. نكون واقعيين على فكره بقى بدهم منك 5000 بالجامعه ركعني من الاخر جهاد بهنيكم على الفكره
وانا رح ادعمكم كثير كثير كثير. ايه خلص يلا مبروك. خلص 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 وانا ما بوثق للرأي لانه حتعملوا نتيجه وان شاء الله بالقريب العاجل. بس انا بدي اطلب منك شغله واحده بس، غير غير المواطن يلي انتم عم تركزوا عليه، بركي كمان بتحكوا اكيد في سياسيه بعدها كثير منيحه ونزيهه بالبلد، هيدا ليصير عندكم دعم، بدكم هيدا الدعم، هيدا الدعم هالقد قوي حتى تقدروا تحققوا هالشيء وان شاء الله قريبا. وجاج حرب يعني ماني بعيد ابدا عن رايهم كلهم، خاصه انه الفكره حلوه بس كثير طويله الامد تقدر تغير نفسيه الناس، ومثل ما مبين بالقطع على شباك التذاكر اذا بدك اللبنانيه ما بيتغيروا الا بالقوه. يعني بيعطوا اكزامبل واحد وقت اجى بشير الجبيل على 20 يوم على الحكم كيف كلهم صاروا يروحوا على الوقت ووقفت الرشوات يمكن بس لانه سمع اسمه وهيك، وهيك كانت يمكن المرحله الوحيده من 40 سنه لليوم 20 يوم. فبالتالي غير ما تجي القصه بالقوه بتصعب انه توصل لنتيجه، بس العمل اللي عم تعملوه بجنن ولازم تشدوا بعض اكثر، يكون معكم ناس من الاداره هن عم بيمشوا هالسياسه داخل الادارات لو بدهم يحملوا نكت زملائهم. عنا ييهون عنا ييهون عم نلاقي كثير ناس عم يشتغلوا معنا من الدوائر اللي هو اللي بسميهم الحلفاء، وعم بيجوا عم بيشتغلوا كمان. هيدا الدور اللي بيشكي اصحابه مش عم بيشكي اصحابه، بالعكس بده النشاه تصير مثل ما مثل ما لازم تكون. يعني مش ناس عم بياخذوا اوراق ما عندهم المعايير، يعني في خطر للمواطن من اكل منزوع عم بيفوت مع رشوه لادويه يعني منزوعه على كل شيء. يعني اكثر بكثير من دفاتر السواقه اللي حقهم مصاري. يعني اذا بتنخبص من وحده ما بتعرف تسوقها. بس كل مين عم بيمول المشروع بعد؟ عم بالي اعرف مين عم بيمول تمويل حسب عم تشوف. نحن طلبنا تمويل، عملنا فاند ريزنج دينر، عندنا كمان بنقبل كمان تبرعات مثل السيارة، هيدا اجى التبرع على ما دفعنا حقها. عندنا كمان بنطلب من corporate responsibility، يعني ناس بالقطاع الخاص بيفوتوا بيقولوا نحن بنساعدكم بطريقة انه بالمادية. مثلا يعني بتفوتوا على مكتبنا نحن على شارع مونو بتعطوا عبد الوهاب مونو، كل شيء بتشوفوه هونيك اجى هبة كله، ما اشترينا الا كم شغله صغيره، كل الباقي كله هبه من كنبيات لكل شيء كل المكان. نفس الشيء من للسياره مثل ما قلت، وكمان اشخاص خلينا نقول عندنا موظفين، نحن كل الناس اللي عم بيشتغلوا بالدكانه مش منهم موجودين بنفس المحل، بس عندنا شركات بيعطونا الموظفين تبعهم 5 ساعات 10 ساعات بالاسبوع ليساعدونا بهالمجال. مثل الانترنت سايت مش نحن من عنا عم بتصير، شركه خاصه عم تقدم لنا شخص بيعمل لنا. اكيد لكل هالشركات اللي عم تحاربوا الفساد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. شهاد نمور انا بدي اتشكرك كثير، شكرا لفعلا دعمكم اللي عم تقوموا فيه، وهالويب سايت كله والبلاتفورم كله من الويب سايت للتليفون للابلكيشن يلي عم بتجربوا تخلوا الفساد يخف ويخف لحديث ما نقدر نقضي عليه بلبنان. مره جديده جهاد نمور شكرا كثير لوجودك معنا الليله. شكرا لكم. جهاد بس حبيبي في 200 دولار لأدي بقطعها قبل ما يجيب. شكرا شكرا جهاد. هيك جديد بحلقتنا بوقت البريك، ما تروحوا لمحل، خليكم عم تتواصلوا معنا فيسبوك تويتر انستغرام بريك وبنرجع. مايا كل ما اقول مايا وبقول انا هول لنا جوينا لليلة بمن الآخر، وهلأ success story. خليت مايا ب 12 تشرين الثاني ومن غرفة الولادة لغرفة الأطفال كانت مبدلة شي 10 بيجامات، والكل كانوا من تصاميم نيكولاش بران وأكيد مع التتين اللي بقى معهم. كبرت الطفلة وبوقتها كانت باربي لعبة العصر، وببيتها كان في أكيد البيسين الجاكوزي والسولاريوم. سنة 96 صارت الطفلة صبية حلوة قامة وطول، فقررت تقدم على استوديو الفن عن فئة عرض الأزياء، ورجعت على البيت ومع الميدالية الذهبية. مرة وقفت قدام المراية وصارت تحلم أنه فرشيت الشعر ميكروفون، وبس وعيت الأميرة من حلمة لقيت حالة بالبرنامج الأول للهوات عم بتشارك عن فئة التقديم.
انضمت مايا لفرقة الفوركاتس وهي الوحيدة يلي صارت تريفورت والبقية بقيوا فوركاتس. على الساحة الفنية في ملكة الإحساس وشمس الغنية، ومع مايا صار في قاهرة القلوب. في ناس محروق قلبهم منها وناس قلبهم بيطرق مليون دقة بس يشوفوها. برهنت انه الشهرة بدها ذكاء وكم غنية، وهيك صارت مايا ملكة بعالم الاستعراض. جريئة كتير بس هي على طول دايرة دينة الطرشة، وأغنيتها المفضلة كلام الناس لأبو وديع. هيدي مسيرة مايا، أقولكن شو مخبيتنا مفاجآت. نستقبل سوا The One and Only مايا دياب. لك الراكينج بول اول شيء مرسي على الانترو اللي بتاخذ العقل. وثاني شيء بس تقلكم انه احترقت شوي، اكيد مش عطلانين همه يعني، كلنا محرولين. انا انا بالنسبه لي اليوم ما عملت سولاريوم، اذا هيدا الشيء بيسمر ف يلا عوضي عوضي بالفرح. ما يجيب الاغنيه لايك راكينج بول. يس، انت هيك صرت تفوتي دائما بكل مشروع بدك تفوتي فيه؟ بدي كسره؟ نو لا، بس ما عندك امباكت، ما بدك تكسر المشروع، بس انه في عندي لازم يحس انه راح يتكسر، بس مش ضروري يتكسر. لا انا وفيته ولا انا ورايحه. ما يجيب ليك هن سائلين وانا بس الليله راح هن سائلين. لا لا الليله طالبين منه ما يكون ابدا لاني على الطاوله ناطريني. كلهم بلا اخلاق على انا قمه الاخلاق. ما يجيب قلت مسك الختام، بس اليوم مسك وعنبر. ما شاء الله عليك على هالطلة الحلوة مايا ديب. مايا كل ما أقول مايا وبقول أنا أنت بدك نقطع الحلو ولا بدك حس؟ مايا ديب صرت تريد مارك، يعني اليوم اتس براند مايا ديب. أهم شيء بعتقد بهيدا الدومين وقليل الناس اللي بيعرفوا يعملوا حالهم براند. فإذا أنا اليوم عم بصير براند، يعني أنا عم بوصل لمحل ما أنا بدي. لا من قليل ما بدي أقول هيك، بس بقول عم بوصل لمحل ما أنا بدي. كيف تعرفي إنه صارت مايا ديب براند؟ فجأة. يعني في كتير ناس بقولوا لوك مايا ديب، شعر مايا ديب، لون بشرة مايا ديب، ستيل مايا ديب. يعني في ناس صاروا بيطبقوا هيدا الشيء. هلا بتلاحظي؟ إيه أكيد، لأنه صرت أسمع. بالأول وأنا ولا مرة بعمل شيء بحالة أو بشكلة. on purpose انه انا رح يعملوا معي هيك ابدا بيناتنا. لا والله من الاخر ابدا هيك هيك. ولا مره. هلا صرت افكر قبل ما اعمل. قبل كنت اعمل لانه هيدا الشيء عندي بحالي انا جواتي، انا بنت بعيش هيك لو كنت بالدومين ولو كنت برات الدومين. فهيدا الشيء تحول لصار اليوم اذا بدك تريندينج بمحل. صرت افكر اكثر لانه صرت بحس انه لا لازم اشتغل على مواضيع معينة أكثر. إمتى صرت تحس إنك صرت success story؟ لما جيت عمل الآخر. أهلا وسهلا فيك. هيك بلشت تصير سياسية. سياسية. بلشت تصير بالأول. مش success سياسة. لا صراحة إمتى بأي فاز من؟ وأعطيت أول كومبليمون صراحة. أنت؟ إيه. حسيت حالة طارت. طارت؟ شو حسيت علي؟ حسيتك يعني اول شيء دمعتي والايموشن عالي يعني في كثير يعني. لا انا حساسه. شو اول كومبليمنت عطيته لمايا؟ صراحه اول ما تعرفت على مايا شو اول كلمه قلتها؟ اول شيء دائما بيسالوني يعني بيعرفوا انه بشوفك وهيك. عن جد مايا دياب سولاريوم وبتضلها بالسولاريوم انه سوري بس انت صرت اسمر مني. لا انا على الميك اب هلا بس. انا بعرف انه انا دائما بيسالوني اذا انت سائل ولا مهضوم. شو بتقولي لهم؟ بقول لهم اهضم زلمه بالعالم. يلا كمل كمل. شفتي ذكيه انا ليك شو بقول لهم؟ بقول لهم ايه يا خيي لانه ترينور مال انه شمس وشمس ما بيلتقوا، مجبوره تقعد بالسولاريوم. بس فينا نكمل الحلقه بلا كومبليمونات تتسالوا وتقولوا قصص. ما في بلا كومبليمونات. رح لك شغله بدي اخبرهم خبريه بس لانه كان عم بيقول بيير عن قصه انه صرت تريد مارك
وقلت له انت ما بعمل قصد انا بعيش طبيعتي وهيك بيصير يعني. بدي اخبر خبريه انه مره مايا كانت معزومه على الفورمولا 1 بابو ظبي وكانت جيست اوف اونر وكل العالم طيب شرف وقتك ايه مزبوط وعم تجرب تعرف كله بيلوت واجواء ريسينج وهيك التياب بيبقوا مش واحد بيلبس تايير مثل ما هلا لابسه مثل العروس ما الله هيدا مش تايير انه قصدي انسامبل اتسسوت يا اتسسوت هلا انا ماني نيكولا جبران بدنا نعرف بس انه وهيدي نمر سعادة على فكرة ايوه رجال بس نمر فتعرف رجال يا نمر بقى لبست اوفرول مايا فيه كحلة واحمر كتير حلو اكيد كانت مميزة بين الكل ومحتارة شو بتلبس كربينة بقى لبست اول بير حمر وعم تقول حلوين رجعت لبست زرق قلنا اثنيناتهم حلوين وهيك وراحت شوي اجت على الايفنت لابسه فرده حمراء وفرده لا ما اعطيني شباب بقى من وقتها صاروا البنات فكروا ترند شي يلبس هيك وهيك بس اكيد ما لبق لهم قدك يعني مايا وقتها بلشت بالحديث شبهتك بباربي وقتها كنت صغيره هلا بنعرف كثير من المشاهير بالعالم كله تعاونوا مع شركات عالميه وعملوا لهم الدول يعني ان كانوا باربي دول او شيء عملوا لك الدول تبع مايا وي امتى مايا عم بتفكر تبلش تسوقيها او امتى في شركه بتتعاون معك او اقترحت عليك خلص بلش تسوق مش ما بلشت انا بالبراند كمايا ديب هل هالبراند رح تبلش تتوسع على عدد نطاق اكيد بدي فكرت بشي بس ما رح اقول عنه نعم نحن احلى شيء فينا بنطلع على التلفزيون وبنقول عن شيء ما تقولي خبري عن فيلم شهير خبري عن انا اوعى بتطلع الحلقه هلا شوف بالاخر ما بقول فيلم شيء بس عن جد عم بعمل شيء مش رح احكي لكم عنه خبرينا شوي عنه لا ما بدي ما في هو شيء بنستعمله كلنا بس انا عم بعمله شباب وبنات في منه بالصندوق لا مش عن بارفان شيء بعد يمكن لهلا ما حدا عمله من الناس المشهورين لا وشو شيء تبي ليها مبسوطه كثير فيه بيستعملوه كل الناس تبي ليها ما راح اقولها ما راح اقولها بس كل الناس شيء ما حدا عامله بلبنان عن جد قديش انت كذاب والله ما راح اقولها على الهواء قديك كذاب على 10 20 انا قديك كذاب على 10 في مين ما راح اقولها على الهواء حلف هي شمال غير عم بحلف ما راح اقولها اوكي هلا اذا بدي فرجيها شيء ثاني واذا راح تخرطش عليها شيء ثالث ما بتستاهل قوي قوي شري قوي قوي لا ما حدا بيعمل فيه ضرب من نص الطريق كنت عم بكتب لا ما كنت فرجيت على خلص شتري مش ما كنت فرجيت على الهواء هلا من محيا من جد على كل على كل سريعة أنا إنه محيتها سوبر سريعة هاي الفكرة إنك تعملي براند كنت عم تقولي إنه انه مبسوطه فيها هلا صرت تفكري انه بدك تنتبهي من قبل. اوكي هلا السكسس اللي اخذتيه من بعد الفوركاتس ومن بعد هيك من غني والحاله السكسس اللي هيوج اللي هو موجود معتبرتيه هو السكسس فينال no. ولا معتبرتيه هو الوسيله اللي فيها بدك توصلي للسكسس فينال اللي هو اللي يمكن البراندنج او بعد اشياء ما بنجهلها هلا يعني بحب الياس انه نحن على طول العشره الموجوده بيناتنا جاوب عن جد لا مش فينال ابدا انا دايما وعن جد احساس حقيقي بحس حالي انه عم بلشت ومبسوطه باللي عم بعمله كثير اكيد اللي رايحه عليه مش كله بشوفه بس بشوف شويه قصص منهم انا عبالي اني اعملهم ودايما بقول الشغله اللي عبالي اعملها هي الشغله اللي بقدر اعملها واللي رح اعملها واللي ما بقدر اعمله عادة ما بفكر فيه ولا بحلم فيه ووين بعدين بروح بس اوصل لهون مش عم بفكر ولا بيرسيفيرانس تتيس يعني بعد يقولها باللبناني بالعكس انه واقعيه انا بحس بس كيف تعرفي طاقاتك شو ما بتقدري تعمليه يعني من 10 سنين كنت عارفه ما بنقدر نعملهم بس من 10 سنين كنت مفكره في قصص ما بتقدري تعمليها بس الحياه برهنت لك انه لا فيك تعمليها لا من 10 سنين كان في قصص مأكدة انه رح اعملها وبدي اعملها عملتها بس ما كنت بعرف مثلا انه رح انجح هالقد ورح اوصل شوي. لهون برسم شوي يعني في استراتيجية معينه في قصص الحياة بتساعدنا انه تعطينا اياها ربنا بيساعدنا في كثير في حظ كمان بيلعب دور اكيد اكيد طب اليوم بتشتغلي على حالك عندك بزنس بلان عندك استراتيجي بتحطيها عندك شركه كيف بيصير العمل اكيد انا عندي ماي تيم بيشتغلوا على كل ديتيل نحن بنفكر فيها وخاصه ديتيلز اللي بيجوا بخصهم بالاغاني بالكليبات بال وين بنطلع وين ما بنطلع ليه بدنا نطلع ليه بدك تطلع من الاخر لانه بحب بيير رباط سمبلي هذا انت بتعرف
شكرا مايا. اوكي مايا بلشت كثير رباط بالمسك والعنبر، بخر ليك والشباب بخروا لي. هلا انت جاي لا 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 هيدا الراكينج بول. لا مش الراكينج بول بس جاي اسالك. تفضل. اسم الله عليك حلوه و هذا مش بخور هذا بس يعني انت بنت كثير حلوه بس في بنات حلوه كثير بالشرق الاوسط وبيطلعوا على التلفزيون وبيغنوا وبالشرق الادنى وبالشرق الاقصى كل شيء وبشمال افريقيا ليش الواحد يقول مايا دياب بتقوم هالضجه اللي ما بعدها ضجه؟ انا عم بسالك سؤال لانه بدي افهم شو يعني في سر كلكو بار. اوكي هو السر كرمال هيك ما رح اقول لك اياه بس انت تقول هيك انا بقول الحمد لله بشكر الله على هيدا السكسس يا رب. قوية كثير قوية كثير. بتعتبري انك بتستاهل السكسس قلبيا؟ انا انت بقول لو ما بستاهل وما كنت حصلت عليه. لا اوقات بيجي السكسس للعالم بالشانس في ناس مش عارفه بنشوفه انه المشي او المدام بيستاهلوا او لا. انت شو قاعد تحكم على العالم؟ بتحكي عن حالي. ما انا قلت بالانترو الشهرة برهنتي انه الشهرة بدها ذكاء وكم غنية. يعني في كتار عملوا عدد كبير من الاغاني توصلوا على الغنية اللي ضربت ووصلوا. في ناس كمان من غنية واحدة انشهروا بس وقتها خلصت الغنية بطلت على الموضة ما رجعنا سمعنا فيهم. الشهرة بدها بس ذكاء. يعني أدي في أهمية للذكاء بالشهرة؟ الشهرة هي مجموعة عوامل. واحدة منهم الإنسان نفسه. شو الله عطيه يعني الكاريزما اللي منكون أخذناها. بعتقد كتير ناس موجودين اليوم عندهم كتير عوامل كتير قوية بفنهم موجودة بالمحل المناسب. إذا بدك تحكي عن الصوت، إذا بدك تحكي عن القدرة، بس ما عندهم كاريزما، ما بيوصلوا لناس تانيين نجاحهم هالقد كبير وصلوا له. فهدول القصص اللي بتكون الله عطينا إياهن أولاً نحن عرفناها بحالنا، ثانياً نميناهن واشتغلنا عليهم وكبرنا على بلا معين براسنا نحن شو منحب نعمل. يمكن أنا كنت بحلم كون شي تاني بيلوت. بس انت شو كنت تحب تعملي؟ وأول طيارة طرت فيها وأعنى بس إنه. بس ما بعيد الشر. ما شاركت بستوديو الفن عن عرض الأزياء عن التقديم، رجعت غنيتي، يعني وكأنه ما كنت عارفة شو بدك على المظبوط. يعني كان بدك الشهرة خلينا نقولها. لا بس ما كنت عارفة كيف بدك توصلي. كان بدي الشوبز. كان بدك شوبز بس ما كنت عارفه من اي باب بدك تدخلي. ما كنت عارفه وين بدي اوصل. وبدي اقول لك انه صدفه الفوركاتس خلتني اوصل لاني غني. بس انا عملت اذاعه وتلفزيون من هيك انا بقدر اكون على التلفزيون عم بقدم البرامج. هيدا ما بيعني انه شهادتي هي اللي بتسمح لي، انما قلت لك قصص كثيره يمكن كون كنت انا باختصاص ثاني ولانه الله عطيني كاريزما وا 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 بقدر اكون موجوده على التلفزيون. هن فاز ترانزيتوار ولا هن ترامبلان بتستعمليهم حتى تنتقلي فعلا للحلم الاكبر؟ لا ترانزيتوار. حبيب غبري. مايا انا بس بدي جاوب جورج وراشد. راشد عم بيسال عن السر وجورج عم بيقول لك اذا بتستاهل اللي وصلتي له. انا رح جاوب، انا رح افشي السر ورح اقول له لجورج انه هو مش بس لانه حلوه والشانس وصلها لهون، هي كتير بتشتغل وانا بعرف قد ايه بتشتغلي كل يوم، قد ايه بتسابري، قد ايه بتلاحقي كل شيء. مش يعني اللي وصل لها مش وصل لها بس بالشانس، ما بعرف اذا بتوافقيني. مرسي. والسر اللي رح افشيه انه يلي بعرف شقفه منه هو اكيد زكاكي وكل اللي حكينا فيه وشاشه وصلت لك صوره حلوه ومخرج مبدع مثل كميل طانيس. أنا قلت كنت ناطرة نوصل لهيك من غني لنحكي عن اللي حكي عنه حبيب بس سبقني. مرسي حبيب لأنه معك حق. أكيد الام تي في ولا أنت بدك تحكي عن الام تي في بعد شو عن هيك من غني ولا لا 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 تفضل أنت ولا غيرانين من هيك من غني من الآخر أقوى من هيك من غني من الآخر مش أنا شيء ما في إذا في قول شغلة كمان بتوين براكتس رح نرجع لكامل في ما في نحن بكامل ما رح نرجع لكامل في عندك المخرجين وعندك كامل طانيوس كمان ما تنسى لأنه أنا أبي بتوين أنا كتير بحب المخرج. ليك المخرج هو اذا ما كان في هالقد كيمستري كبيره بينك وبينه كيف بدك تطلع شغلك صح وحلو. انا بعتبر حالي مغنجه عند كاميل تانيوس، من هيك انا بعرف اشتغل هالقد وبعرف كون والمع حلو بهيك من غني لانه كاميل ولانه الام تي في. برافو. طب وهيك من غني هو عم بقول لك كمان انه هو كمان بحس حلو اللي بقلك تكون مغنج. شو حاسس؟ خبرينا هيك من غني هيك فتحنا السيره. الموسم الجديد امتى بيبلش؟
بعد ما قررنا. نحن دائما بنكسر القواعد. مين بيقرر؟ انه مين بيقرر؟ الطرفين. ما اللي وصلت له بالحياه، بس انا هذا السؤال كثير على بالي اساله. هلا عم تقولي عم تعملي براند جديده وشيء مستحضر جديد، انه اللي هو بتفكري بزنس ولا بتفكري شهره اكثر؟ لا يعني هلا هلا هو اذا عم نحكي زكا هلا لازم بلش فكر بزنس، لانه الشهره قدرت اوصل لها وبعرف كيف رح كمل فيها. استثمار الشهره بس بالبزنس هلا لازم استثمرها. ما عندي كونسلتنت، يعني بزنس كونسلتنت بيجي ماني انا حدا بسأل كثير. مين مثلا؟ مثل مين؟ بمين بتستعيني؟ بكل شغله بحس انه مثلا جورج بيعرف بهي الشغله، ممكن تلفن لجورج واساله عده اسئله واقعد انا وياه قاعده وارجع بليز خذي رقمي هلا ضلني فيدك بشيء وحده. بكره على بكره. ليش انت مش عندي على بي بي ام؟ بلا بس انه بدك انا اقول لك ولا انت الرقم؟ من وين؟ كيف تعرفتوا على بعض صراحه؟ خبرونا. يعني حبيب سألته وصلته مثل ما كل إنسان شغلة كيف وصله. سألته لحبيب وصلته ويتعرف عليه. ليك عصيت يا دعان الشمس. ولذيذ وتعرفنا على بعض من وقت ما بلشت بالأم تي في و تغيرت حياتي. وإن شاء الله منطلة طول العمر. ما هيك حياتي. وبفضل أم تي في. وبفضل كميل طانوس. أكيد. ما يجب ميشيل فاضل كان ضيفنا ببداية هيدي الحلقة وحب يعملنا سوربريز معك. شو هي السوربريز؟ بتحبي تعرفينا شوي اكثر عنها ولا لا؟ بقول انه بكل شيء بلبنان نحن عاده هالبلد الصغير قد ايه بيطلع ناس بنفتخر فيهم. واحد من هالناس موسيقي رائع اسمه ميشيل فاضل، بعتقد صار اسمه وموسيقته بعرفه عنه. عن جد انا بحبه كثير. صار في شي مرة تعاون مع ميشيل؟ لا اجتمعنا بمطارح هيك بأماكن خاصة يعني وغنينا وهيك وانبسطنا، بس قال لي انه عم بيحضر لي شي، ما بعرف اذا كذب علي. رح نشوف كيف رح تجتمع مايا ديب بميشيل فاضل على بلاتو. من الاخر نسابق سوا ميشيل فاضل. عن جد مايا ميشيل مايا، التقيت قبل مرة؟ نيالي فيك بتصبح فيك بتمسى فيك كل لحظة بشوفك قبالي شو عبالي انت ومعي ما بدي شي انت كل شي انت اللي بتزعل كرمالي شو عبالي انت ومعي بنسى الوعي بنسى الدنيا وبنسى حالي بتصبح فيك بتمسى فيك كل لحظة بشوفك قبالي Thank you.
معقول يكون وجهنا خير على تعاون؟ هو وعدني بغنية. وانت بشو بتوعدي؟ رح غنيها. ختام المسكة اللي عم نحكيكم فيه بآخر حلقة من الآخر لهالموسم. مايا جيب وميشيل فاضل بعضهم موجودين معنا، ميشيل بيانو ومايا على المسرح، ورح نسمع هلأ حلوة يا بلدي. السؤالات بعضهم موجودين هون. هن طاروا من هون اول ما شفتك مايا كاميلا. ميشيل ومايا اول تعاون مع بعض على بلاتو من الاخر؟ مزبوط، اول تعاون. ولا مره اشتغلتوا سوا؟ نو. ليه؟ ما ثاقبت بعد. قريبا قريبا. معقول يكون وجهنا خير على تعاون؟ هو وعدني بغنيه. وانت بشو بتوعدي؟ رح غنيها. وين رح تغنوها وانت رح نسمعها؟ لا اول مره. وعدونا بشيء يعني، وعدتوا بعض. اوكي دان جمعت شيء سيريسلي، مع انه انا ماي البوم والبيردي ازردي، بس هيدا رح بس مشان سريع بيعجبك. سريع ميشيل فاضل، بتشكرك كثير، شكرا كثير لوجودك معنا الليله. سيريسلي بليزير. ثانك يو ميشيل فاضل. ثانك يو ميشيل. ما بتحسي ميشيل عنده نكهه خاصه؟ اكيد اكيد. بتفتش دائما حتى تكون مميزه دائما باغانيك، بس بتفتش دائما حتى تتميز كمان بنكهه خاصه؟ لا ما فتش تكون مميزه باغانية، فتش على الاغنيه اللي انا هالقد بحبها، لانه هي اصلا مميزه. ما هي في شغله جيفن، لانه هي مميزه وطبش على الاغنيه طبعا. العشره بتخليك بتعرفوا بعض من كم سنه مايا وليس؟ من تقريبا ابدا ما بتتاثر، ما في شيء بيأذيك نيفر من الاشاعات. صار اوقات في اشاعات كثير مأذيه ابدا،
ولا شيء. شو بتردي عليهم؟ ما فيها تكون إشاعة ومأزية على فكرة، ما فيها الحقيقة بتأذيني. ريما نجار، منشوف سيلبرتيز برا مثل كيم كارداشيان مثلا، عندها رياليتي تي في شو وكثير من العالم بيتابعوه، مع انه يعني عندك على عالم شو مع انه على شو كان لازم تقول. لا السؤال هو اذا حدا قال لك انه بتشارك برياليتي تي في شو، اذا حدا قدم لك هيك برنامج بتحبي تفوتي فيه ترى العالم تشوف مايا بالديلي لايف تبعها كيف هيك ولا؟ لكن هذا المشروع صار مطروح علي اكثر من 3 مرات. هذا المشروع اذا ما بيكون ببرودكشن سوبر عاليه وبتكلف فريمون مبلغ كبير من المصاري اللي ما فيك تقولي انا ببلش بهالقد وبعدين بصير، هيدا كله حكي. اول شيء هذا المشروع بيكلف كثير مصاري لانه هو بده يكون ريل، يعني في حياه بدنا نعيشها سوا، حياه هن 24 اورز فيهم. حياتك بتكلف كثير مصاري؟ يعني بدك تعيش الريال. انا اي نيفر ما بحكي عن هذا الموضوع بحياتي، انا عم بحكي على الرياليتي. بس ليش الرياليتي بده يكلف هالقد؟ لانه هو عن جد البرودكسيون تبعه لازم تكون سوبر عاليه لحتى يجذب الناس، والدليل انه الرياليتيز اللي انعملوا ما عم بيوصلوا ضعاف. اي نو، بس انا قصدي بالبرودكسيون رح تكون كثير عالي، بس انه بحياتك في دائما سفر، لازم تقول ثاني شيء مشان هيك هيدا اكيد طبعا غالي. لازم يكونوا افري وير. يمكن انا بالرياليتي اصلا في قصص، في سكريبت رايترز بيكتبوا يعني كل نهار بيكون في اكثر من 9، يعني انا عملت ريسيرشز على كل الشوز اللي بنعمله، في تقريبا 10 واحد بس حقيقية، وفي قصص حقيقية بيعملوها حقيقية، هول بيكلفوا اكثر مصاري، لانه انا اكيد انا وقاعده رح احلم انه تعرف شي جورج بكره انا وياك نيويورك شوبينج، فبدي قوم روح على الشوبينج، يعني هول كل المواضيع. فزياده عن هول تتفوت عن جد بالرياليتي، لازم انت تسلمي حياتك اذا بدك تقولي ايه بس انا هيدا الشيء ما بدنا نشوفه ونحكي عنه، وهيدا ايه وهيدا لا، خلصت بطلت رياليتي ومرسي وبني. انت مستعده تعملي رياليتي وتفرجي كل شيء عن حياتك الشخصيه بس ناطره البيج برودكشن كرماله؟ اذا اليوم عندنا بيج برودكشن لك، يعني اليوم اذا في انتاج وفي مبلغ لنعمل الانتاج، نجتمع بكره. نجتمع بكره اي ساعه وين؟ بكره 6 كثير منيح، يعني بحب هيدا الوقت لانه اخر نهار وين. مش مفهومك من 6 لمايا ما بتفهم شيء ليش ما بتعرف بتفوتي بنتك فيها للرياليتي ولا تخلي الفاميلي؟ ما هيدا اللي عم بقوله، بتفوتي كل شيء يعني ريال. بس بدك اذا ما وعدك 6 مع مايا رح تيجي 9:30 بقى. انت هيك بتقول؟ انا هيك بعرف. حول للقيم انت ببعد نص الحلقه. بتعطيها كثير سلييت لبنتك كي قد عمرها؟ 5.5 وتطلبت من جاد، نوجه له تحية لجاد مدير عميلك، قلت له لجاد فينا نجيب كي على المسرح؟ قال لي ليك كي مايا تطلب منا على حدا، إذا كي طلعت وقررت قبل بعشر دقايق ما تفوت على المسرح مايا ما فيها تجبره. مزبوط، نحن دايما بيكون عندي كتير، يعني كانت كي عم بتشارك معي بمسيرة للينبوع صارت من فترة بجونية، وأنا حبيت أنه كي تجي لأنه كي لازم تتعرف على الناس كمان اللي عندهم، اللي هن يعني عندهم حاجات خاصة. كنت بحبها أنا تشوفهم. وصلنا على قبل ما نوصل على جونية إجاها تليفون مشروع تاني. هلا هي طبعا ما بتعرف قيمة اللي نحن عم نعمله قدامهم، فقلت لي مامي معلي بدي روح، وهيك حسيتها زعلت، قلت لها مامي أنت قرري، وقفت قرري بدك تروحي ولا لا؟ قلت لي جو بريفير كونو، قلت لها مثل ما بدك، راحت نيال كي. شو بدالي بتخليها قريبة من جو الشغل تبعك ومن جو التي في وهيك، ولا بتفضلي انه تبعديها مثل ما غيرك بيعمل؟ دايما 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 عندي هم اسمه الولد اللي اهله، حدا من اهله معرض للاضواء هالقد انه يصير عنده مشكلة بس يكبر وعقدة نفسية. بجرب انا كثير بتابع حكمة وبسالهم يعني عن هيدا الموضوع، كي لازم تكون موجوده معي وتعرف نحن شو بنعمل، تعرف انه هيدا بلاتو، تعرف انه هيدا كله فيك، بتعرف انه نحن بنخترع هول القصص تنطلع، بتشوف كيف بنوقف وبنبلش وبنتعب، وانه هيدا الشيء مش اللي بشوفوه العالم، هو بس البسمه والساعه، هن 9 ساعات لنوصل لهالساعه وهي بتعيشهم معي. فبحب ليه لا. بتحبك هي كفيمس؟ هي بتحبني، يعني لقيتني ام مهضومة ولذيذة. مامي بتطلع على التي في. بدها تعمل شعرها مثلك بدها ولا لا؟ ما بتقول شيء مثل مامي ابدا، كمان بتعمل اللي هي بتحب انه تعمل. بتعطيها من وقتك؟ كثير. قد ايه؟ كثير، كل وقتي. إذا كي متضايقة وعندك مثلا تصوير، أو إذا كي متضايقة وعندك مثلا عمل بالتسجيل، بروح على التصوير.
أنا كمان حدا ملتزم بشغلي. نعم. بدي روح على التصوير لأنه نحنا في شيء بدنا نعرفه ولازم الناس يعرفوه. يمكن نحنا بيقولوا عنا ناس منغيب كتير عن البيت بس بالفعل نحنا منغيب أقل من الموظفين اللي عندهم روتين بيعيشوه يومياً. بيغيبوا أكتر منا عن البيت لأنه هنا بيفلوا مثلاً 8 الصبح بيرجعوا 5 بعد الظهر أو 6 بعد الظهر. في ناس بيرجعوا 7 بيكونوا أولادهم معهم ساعة تيناموا. أنا يمكن بغيب عن كي يومين سفر وبعيش معه 5 أيام ببيروت فول دي. حبيب غبري بدي أسألك سؤال كمان أخير. ريما ما فيك بدي أسألك. لابسة سوت رجالة. نحن فهمنا ليه من بعد تجربة رامز وقرش البحر. بس هيدا منه صوت رجال يعني. أول شيء هيدا منه صوت. هيدا نمر سعادة عمل لي صوت. ايه يعني ما بتصبت الكت. إذا نمر وعمل لك صوت كرش البحر شو عمل لك؟ عقدة. ليه؟ عمل لي عقدة. هيدا كانت الرياكسيون تبعيتك؟ أيها هيدي رياكسيون مصغرة يعني. أنا أخذوني على التنتين إلا ربع الظهر وردوني. ما كنت عن جد ما كنت عارفة. ما كنت حاسة أبدا. يعني ما في وحدة بكون عارفة بصير فيها اللي ما كنت حاسة أبدا أبدا. كيف تقتنعتي وقت روحي؟ لا هو في انترفيو. هيدا الانترفيو اللي أنتوا بتشوفوا منه دقيقتين. نعم. هو ساعة. أنه هيدا كله اللي أنتوا شفتوه من التنتين لستة ونص عشية يعني. نعم. البروجرام بيطلع على الهواء يمكن نص ساعة. بس أنه في كتير قصص مهني موطي لحتى تطلع الحلقة هالقد. شو حسيتي بوقتها؟ أول ما حسيتي أنه أكلت الضرب. أنا أكلت الضرب ولا شو حسيت لما حسيت أنه عم بغرق والدم؟ وقت حسيت عم تغرق ما حسيت أبدا أنه ممكن يكون ضرب. لا حسيت أنه إذا بغمد عيوني بركي بحس أقل بالجتش تبع الشارك. بركي ما بشوفه. غمضت عيوني كل الوقت ما فيني. إيه إيه كتير. بس وقتها إجا رامز جلال وبدي أقول له هاي لأنه هو صديق. مبسوط كتير بحاله صار أكتر صديق لأنه ما معقول قديه بيشتغل على إنك تسامحه وتحبه وتشكر فيه. لكن شلت له عينه للمعطر بس روحت له عينه. هلا لو ما شلت له عينه ما قصيت له إصبعه وما شبقته بالكونفيرس ما كنت راضي. قليل براد يعني أكيد ما كنت راضي. هلا رامز عمل 3 سيزن قبل هالسيزن. ايه حاول يعني عمل بالصحراء أو مرة كشفته. خطف مرة كمان بالناس عم تقوس على البوستة كان هيدا بالصحراء مرة تحت بالمقدرة. كلهم حاول معي يعني. وكلهم اكتشفت الضرب. هيدا المرة ما اكتشفته لأنه هن كتير اشتغلوا انه انا روح. يعني هو كان قد ما بيشوفني ونتلاقى عباله انه قديش عندكم جواز بمصر؟ الحمد لله. وين اكتر من لبنان؟ انه العدد اكبر الاودينس بتكون على بروبورسيونيل يعني. اكيد بروبورسيونيل بس مايا اليوم بمصر اذا اليوم النسبة بتنجح اكتر من لبنان؟ ما بقدر جاوب بس انا بنبسط بلبنان. اليوم لا خلينا نقولها اليوم انت ايماج مارك لعده براندز يعني منها فوياجاريا اللي قلنا مؤخرا انت الايماج مارك تبعهم. بس اليوم بهم ماركه معينه اذا بدها تسوق للسوق المصري تعمل فوكس على مايا ديب للسوق المصري ومش للسوق اللبناني وانت بهمك تمضي كونترا مثلا براند امباسادر بس للسوق المصري؟ اكيد فستان طويل وكم طويل وحياتك بنمضي بكره وفي ايام. شو بدنا نمضي لنمضي بكره كله على الساعه 6؟ علاقتي بمصر وبالكل الدومين بمصر وبالشعب المصري جيدة جدا. حبيب غبريل للآخر. أنا شهدتي بمايا مجروحة بحبها كتير وهي صديقة وأكيد ما بدي أعطي رأيي بفنها لأنه كل العالم تشهد أنه عم تقدم شيء كتير كتير حلو. بتمنى لها أكيد النجاح لقدام ولقدام وبحبي كتير. أنا كمان. ريما نجار من الآخر. مايا جاب. مايا جاب. عم بقول مايا جاب لأنه تجاوب كمان على بيير شو كان عم بقول بالأول أنه I think it is a brand. لأنه وقت حدا يقول مايا جاب منفكر دغري بالموضة منفكر بالشعر منفكر بالطلة يعني عندك your own identity. عم تقلي أكيد هي عم تقلك إياه وما في بيير. أكيد لا. لكن عملية تجميل عاملة إذا هي حلوة كتير ما بتقدر تكون عم تغلي. قوية كتير. Thank you. فبدي أقوله إنه عاملة براندينج لحالك. You have your own identity وهيدا دليل نجاح وقوة و
سكسس يعني اوف كورس اتس سكسس ستوري وزكا يلي هو اهم شيء غير البيوتي تبعك ميرسي فلايك ثانك يو رشا بحسني فنانه شاملي عن جد شاملي بكل معنى الكلمه وعرفت سرك عرفته ايه عندك عيون بيذبحوا ميرسي راشد راشد ما يوم يروح فيه لا سيريسي هلا كريتيك شوي بالعمر خبركم شغله صغيره بس قبل ما نروح على ثاني بارت من التيبل هلا قالت لي مايا دياب قال لها ايه مايا دياب ريما فكنت مره واصله عند طارق ابو جوده عزمني على العشاء طارق الملحن الملحن فبدي اقول له هاي لانه مجنون على الاخر طارق وصلت لعنده عتمه كل الدنيا وطبعا ما في ولا ضو هيك انه لانه بلبنان بيته كرمال فصلت اسود كل شيء قلت له طارق ماني شايف شيء قال انا نزلت لتحت للاقيك نزلت طلعة وعذاب يعني شوي وصلت لقيت اثنين طارق ابو جوده وزلمه يعني بتقدر تقارنهم لان طارق ابو جوده فعم سلم عليه قلت له بونسوار مايا دياب وكذا تركني هو وهو تبويس وخبار وهيك ام قال له للمسيو يعني اللي حده انا مش شايفه شيء قال له مايا دياب قلت له اكيد تعرفت عليه الناطور قد انبسط قد انبسط صراحه غير العشرة وكل هول اللي حكينا فيه بقلك انتو كنتوا بالمدرسة كمان سوا بلا بعد المدرسة اول ما خلصنا مدرسة بقلك عن جد برافو على الزكا لانه you're extremely smart لتعملي اللي عم تعملي thank you و I'm really curious لشوف بعد هيك منغني بعد هالسكسس الجنون شو معقول تعملي هيك منعمل شو اكيد منعمل شيء بيكملنا نجاحنا وبيكون اهم in a way وبدي اقول لك شغله مش دائما القصص الاهم يعني انجح كرمال هيك بتفكر كتير وبتشوف يا بتحسن باللي انت فيه تضلوا الناس هالقد بحبوك او بتعمل the step لحتى تعمل شيء forward فقرار مشترك بيكون رو لك قاعده من الاخر ما بدي اقول لك شيء اكيد فظيع مايا شو بدي اقول لك اكيد بتعقدي هيك ببرم بالسوق تبعك على هيدي بس جيتي انت كمان بجنزره انا ليش مجنزره صعبه يعني ما كنت لك شيء قال لك اللي بشرح 100% ابدا جنزره اللي معنا حتى بنزيد مايا بتعقدي ميرسي والاحلى شيء فيك السنس اوف هيومر تبعتك ميرسي عن جد يعني مكمله معك بس اوف لك بكل شيء بتعملي ثانك يو ميرسي كامله مكمله تقسيط على 5 سياره عملتي بيقولوا لها شو بدك فيه انا انبسطت جاج حرب انا بدي جاوبك واقول للعالم انه منن عايزين اكثر من 5 دقائق تحت الهواء تيشوفوا قد ايه انت مهضومه وانسانه ميرسي يعني بعد اهضم واقرب للقلب مما بيتخيلوا على التيفي اللي مقهور يضل مقهور اللي حبيب يضل حبيب وجود لك مرسي مرسي انا بدي اقول لكم كمان مرسي مايا دياب انا شو بدي اقول لك ثاني لا انا رح اقول لك اول شيء انتم كنتوا كثير متعصبين اليوم من الاخر وما حكينا عن هيك منغني انا بدي اقول مرسي لبرنامج هالقد حققت انا وياه نجاح هالقد حلو بدي اقول مرسي لكاميل مخرج البرنامج لكارل عاد البروديوسر لكل شخص بيشتغل فيه بدي اقول مرسي لهذه شراره وبربر اللي بيهتموا بالميوزيك وبدي اقول انه عن جد اذا الام تي في عملت نجاحيه بهيدا التنوع لانه نحن كلنا بننبسط ببرامج بعض من الاخر توك اوف ذا تاون هيك منغني وكل البرامج التانيين اللي موجودين على هيدي الشاشه ان شاء الله بتضل دائما مضويه فينا من الاخر فينا من الاخر لانه كنت عم قلها وكانه عم توجه تحيه لكميل لكارلا لكل الاكيب كانه عم توجه لهم كلمه وداع يعني لا رح ترجع تشوفيهم فينا انا قلت انا قلت فينا من الاخر انا بدي اقول لك انه الام تي في بيتك واهلا وسهلا فيك دائما بالام تي في يعني بنستقبلك دائما ببيتك لانه انت بتعرفي انت من النجوم يلي فعلا خصصوا النجاح الكبير لهالمحطه وهالمحطه كمان بالنهايه هي اسم كبير والاسم الكبير بيحتضن لاسم كبار مثلك مايا دياب ومثل كل المذيعين يلي موجودين بهالمحطه سوري ما تنسى كمان كميل
كل شيء جديد لأنه هو البطل كميل البطل. قديش قابض عليها خيي؟ ما فهمنا لحظة شوي، قديش قابض عليها ليسر رامي؟ مع بعضنا عم نحكي سكر الدكانة يا ما يا تيب، شهدتي مجروحة فيك صراحة. قد ما أقول قصص ما رح أقدر أعبر قديش أنت إنسانة أنا بفضل شهادة ثان يعني وهيك. رح أقول لك شغلة بس رح أقول للمشاهدين حتى يعرفوا. في شخصين بلبنان وهن فعلا نجوم بكل معنى الكلمة، اتصلت فيهم ومن أول تليفون قلت لهم بتحبوا تطلعوا معنا من الآخر، قالوا لا أكيد، هن راغب علامة ومايا جيب. مش هيك بدي وجه تحية كتير كبيرة لراغب علامة، لأنه فعلا راغب هو سوبر ستار وأنت كمان ستار عالي كتير، والإنسان وقت يوصل على المرتبة هالقد مهمة بيقدر هو دغري يعرف قيمته ودغري يعرف إذا بده يشارك ببرنامج ولا لا، ومن أول الطريق دايما بيكون الجواب بوزيتيف لأنه هو فعلا بيعرف حاله. لأن أنت بتستاهل. أنا بستاهل بس أكيد كل العالم بتستاهل بتستاهل وجودك معي جيب، وهون قدرنا نعرف قديش أنت فعلا إنسانة فظيعة وقريبة للقلب وقريبة من كل الناس. مش هيك مش تشكرك كتير معي جيب لأنه كنت على السيزن فينالي من الآخر، نورت البلاتو. مشاهدين كمان بدي أوجه لهم تحية كتير كبيرة وأتشكرهم كتير لأنه كانوا موجودين معنا خلال الموسم الرابع من الآخر. ختام هالموسم فعلا مسك مع مايا دياب وختامه راح يكون مع أغنية لمايا. قبل ما نسمع أغنيتك مايا خليني بس أتشكر كل المشاهدين، أتشكر حبيب غبريل، ريما نجار، راشد بوحصليل، ياسر رامي، رولا كعدة، جورج حرب، زينة باسيل وكل الأكيد اللي كانوا موجودين معنا خلال هالموسم الرابع. تحية كتير كبيرة للمخرج كميل طانوس، شكرا كميل لك. تحية كتير كبيرة لإلي ولسهاد لبطلرز بطل كمان لأنكم كنتم موجودين معنا، ديان أوساليفان والباند شكرا كتير لوجودكم معنا، وأكيد الوايت ليس من أتشكركم كتير. جمهور موجود معنا ليلة شكرا لكم، لأديب ونصر، رمزي نصر وكل فريق الأعداد. نرجع بنلاقيكم بموسم جديد من الآخر، أنا برجع بلاقيكم ببرنامج جديد قريبا على الام تي في. منخبرون أنا وياك قريبا عن جد؟ قريبا في البروجرام لإلك وأنا ضيفة فيه ولا لا؟ أو أنا ضيف عندك. أهلا وسهلا. كيف بدنا نبرمه؟ ما بعرف. ما رح نخبركم هلا، بنخبركم قريبا. خليكم عم تتواصلوا معنا على كل شبكات التواصل الاجتماعي. مايا جيب كنت بتعاقب يعني مايا جاب انستا مايا جاب انستا تويتر فيسبوك عم يبينهم باسفل الشاشه، وزدونا انا كمان يا ربات. ومن الاخر انا انبسطت انه قعدت معكم وكنت ناطره هيدي القعده والدردشه الحلوه اللي عملناها. وكميل طانيوس بالك من احلى خلص كميل طانيوس يعني هو الضيف ولا انا؟ مايا جاب بتعاقب شكرا كثير. لا اللي شو رح تسمعيني هلا انا وقاعده تفضلي اكيد